وإن منكم لمن ليبطئن، في ناس في وسطكم انتبهوا، منكم لمن ليبطئن، تأتي تخرج غزو قل يا أخي اسكت غيرك يقوم بالمهمة. ففي ناس في الوسط المسلم معوقون، جبناء يعوقون عن فعل الخير. وقد قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قال تعالى في موطن آخر: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فانتبهوا، الصف المسلم معك رجل مسلم مصلي صائم لكن مليء بكراهية الإسلام ومليء بالحقد ومليء بكراهية الطيبين ويصبط، إذا خرج معك لن ينفعك بل سيضرك. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، يقلق واضطراب وإثارة فتن وقلاقل في الوسط المسلم. فابتعاد هؤلاء أولى من وجودهم في الصف المسلم. وهذا كلام الله سبحانه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا